لما نقول في بيتنا مراهق بنقول بمعنى آخر في بيتنا حد مش فاهمينه، سواء كان ولد أو بنت مش فاهمينه، عمال يتغير في شكله وفي طباعه وفي كلامه وفي طريقته وحاجات كده، ومرة واحدة تلاقيه مبسوط وعمال يتنطط، ومرة ثانية تلاقي لو بنت بتعيط، لو ولد مكتئب وحاجات كده. ففي يعني ايه يعني ايه النهارده شاب مراهق لسه في مقتبل الحياة وتلاقيه مكتئب او تلاقيها مكتئبة؟ ازاي نتعامل معاهم؟ ازاي نتفهم مشاعرهم؟ او بالاكتر ازاي نتفهم تقلبات مشاعرهم؟ أسئلة كتيرة ممكن نسألها، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفتنا اللي منورانا النهارده، أستاذة تريزا ناجح، ماجستير في العلوم الإنسانية وتعديل السلوك والصحة النفسية. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، نورانا. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك، ازي حضرتك. نبتدي معاكي بقى. زمان كنا نقول انه الولد او البنت دخلوا في سن المراهقه لما شكله يتغير، جسمها يتغير، صوته يتغير، ابتدي يطلع له شنب، عايز يحلق دقنه، زي الحاجات دي. دلوقتي بيقولوا لنا لا، ده الموضوع ابتدى بدري جدا، يعني ما اعرفش بقد كده يقولوا لنا ده دخل في المراهقه. الصح ايه بقى؟ من سن كام لغايه كام نقدر نقول ان دي المرحله بتاعه المراهقه؟ هو احنا الطبيعي كان سن المراهقة من 15 لغاية 18 سنة، لكن دلوقتي بقى في حاجة اسمها مراهقة مبكرة، فدي بتبتدي بدري شوية، يعني بتبتدي من 10 سنين، فالموضوع بقى بدري شوية. فالمراهقة المبكرة من 10، المراهقة اللي هي السن الطبيعي من أول 15 لغاية 18 سنة. دي مش ثابتة، مش كده يعني؟ مش كل الأولاد هتبتدي معهم المراهقة من 10 سنين نقدر، ولا ليها علامات أقول ده دخل في مرحلة المراهقة؟ لا، دلوقتي بقى في مراهقة مبكرة، يعني غالبية الأولاد، لأنه الحاجات اللي بيتفرجوا عليها دلوقتي والسوشيال ميديا والحاجات دي بتخلي الولاد سنهم يكبر أكتر ويعرفوا حاجات أكتر. ما كناش إحنا زمان بنعرف الحاجات دي، ما كانش عندنا الأوبشن ده والحاجات اللي دلوقتي بقت متاحة للولاد. حضرتك بتتكلمي على فكريا أو عقليا، لكن جسديا فسيولوجيا برضه؟ فسيولوجيا كده برضه. أوكي. طب أنا عايزة أسأل حضرتك، يعني إحنا لما بنقول كلمة مراهقة اوقات في ناس بيجي في دماغها حته معينه بس في المراهقه، لو تقول لنا يعني ايه مراهق في البيت او مراهقه في البيت، يعني ايه الصفات اللي بقول عليها ان ابني مراهق؟ حضرتك بتقولي من 10 سنين، فممكن ابني يبتدي من 12 او 11، ايه الحاجات اللي انا اشوفها اقول ابني ابتدى يدخل مرحله المراهقه؟ هبتدي اول حاجه كشكل يعني او فسيولوجيا، هبتدي الاقي البنت او الولد ابتدى يكبر، ابتدى ان هو لو بنت دخلت بقى في الشكل الانثوي وابتدت يحصل لها حاجات وهرمونات، والولد نفس الحكايه، ابتدي الاقي صوته اخشن شويه، طول مره واحده بقى، عن يعني بنيانه الجسمي اختلف، فبقى شكله مختلف غير اللي انا كنت لسه شايفاه من فتره قليله. وبعدين اللي ياخد باله قوي من الحته دي، لو حد من قريبنا ما شافش مثلا ولادنا بقاله فتره، فيجي اول ما يشوفه ايه ده، هو شكله اتغير كده ليه؟ فهو بقى ابتدى يدخل في المرحله دي، فبقى عنده تغيرات فسيولوجيه في جسمه فدخلته المرحله دي سن المراهقه. ده بالنسبه للشكل. طب ونفسيا بقى، يعني ايه العلامات اللي لاحظها في سلوكه واقول برضو غير الشكل ده دخل في فتره المراهقه؟ يعني احنا زمان اصحابي يقول احنا بنقتصر الحته دي على حاجه معينه، اللي هي البنت بقت عندها مشاعر، بتحب الولد، مش عارفه بقى بيتكلم في التليفون كتير، الحاجات دي، فنقول دي فتره مراهقه. لكن اعتقد دلوقتي بالفكر والموضوع بقى اكبر من كده بكتير. نفسيا ايه الحاجات اللي اشوفها اقول لا لا لا، ده كده الموضوع مراهقه؟ ايه غير المشاعر؟ هنلاقي بقى الولد بالذات، بالنسبه للولاد هتلاقيه عايز يتمرد، عايز ان هو يثبت شخصيته، عايز يقول انا موجود، اعترض اذا انا موجود، بالظبط كده. فهتلاقي دايما عايز يبقى ليه راي، عايز يبقى ليه مشاركه. يعني لو رايحين في مكان مثلا وبنقول لا انا مش هروح المكان ده، انا مش عايز، فتلاقي عايز يقول انا ليا راي وانا موجود وانا بشارك معاكم، فتلاقي ابتدي بقى ايه، عنده تمرد، عنده عايز يقول انا هنا، عايز يشارك، عايز يحسس كل اللي حواليه والاكتر بابا وماما واصحابه ان انا بقيت كبير، ان انا بقيت موجود، انا ما بقتش لسه طفل صغير. ما يحبش حد يديله تعليمات او اوامر. بالظبط. فتحسي حتى لو اديتي له تعليمات او يقول لك لا انا مش صغير، انا عارف انا بعمل ايه،
انت لسه صغير على فكره، انت مش عارف حاجه على يعني يمكن تحديدا احنا عايزين نتكلم على موضوع الشهيه واضطراب الشهيه. فاحنا انا فعلا يعني فكرت في العنوان ده لقيت ان هم حاجه من الاثنين، يا يمين قوي يا شمال قوي. يعني اما بياكلوا بشراهه بشكل بالزبط. غريب، الامهات تبقى هتتجنن، الثلاجه ما بتتقفلش، الاكل بيتنسف بالزبط. يا اما مفيش خالص، بيقطعوا الاكل تماما. فده طبيعي ولا ايه اللي بيخلي زياده الشهيه تبقى عاليه قوي؟ ياكلوا كتير ويقول لك كتير، يعني ليها حالات ولا ايه؟ هو اضطراب يعني، يا اما اصل ليه كذا حاجه، يا اما اضطراب نفسي، يا اما تقلبات مزاجيه، لا اما التغيرات في الهرمونات والتغيرات الفسيولوجيه دي بتعمل برضو حاجه من الاثنين. الولد غير البنت في دي؟ الولاد بيبقى اغلبيتها عندهم شراهه في الاكل. يعني البنات هي اللي بتبقى حساسه شويه، ممكن لو مرت باي مشكله او بتاع فتمنع الاكل. لكن الولاد بيتقلب معاهم بالعكس، ياكلوا اكتر، عايزين ياكلوا طول الوقت، ممكن ياكل في اليوم 5-6 وجبات، ما عندوش اي مشكله. انا بلاقي ماما تقول له تعالى كني بقى خلاص. يعني لما الاقي بياكل كتير كده الولد مشاعره تعبانه، ما فيش مشكله احط له اكل زياده. طب انا عايز اسال حضرتك على ازاي اتعامل مع مشاعرهم المضطربة، أو لما أحس إن هو مكتئب إزاي أتعامل معاه؟ ساعات بنتعامل إحنا بقسوة، وساعات بنتعامل بتطفل، ويعني ساعات في الحالتين مفيش، ممكن تكون الحالتين ما بنعرفش نتعامل، يعني إزاي نتعامل؟ هو الأول لازم أفهم طبيعة السن ده. يعني لازم أنا كأم وعندي ولد أو بنت في فترة المراهقة دي لازم أكون فاهمة وأقرأ كويس، وأعرف لو أنا ما عنديش الخبرة في كده أعرف إيه طبيعة السن ده، هما بيعملوا إيه. لو أنا مش عارفة أعمل كده ممكن بقى أستعين بحد، يعني حد خدام من الكنيسة أو حاجة، أبتدي يعني أخليه هو اللي يقدر يتعامل لو أنا مش عارفة أتعامل. فعلشان أقدر أعرف ازاي اتعامل مع الشخصيه دي، لانه من اصعب المراحل. يعني دايما بقول انه اصعب مرحلتين بيمروا في عمر البني ادم هي مرحله الطفوله اللي احنا بنبتدي نزرع فيها في اولادنا كل حاجه حلوه. دي صعبه جدا لان انت بتحطي الاساس، تليها على طول مرحله المراهقه، لانه انا ما يعني هو بيبقى في يعني غصب عنه بيبقى عنده تغيرات كتيره قوي، تغيرات في المزاج، تغيرات نفسيه، تغيرات فسيولوجيه، فهو بيبقى غصب عنه هو جواه صراعات كتيره في حاجات كتيره قوي. احنا بنبقى عايزين حاجه من الاثنين، نفهم طبيعه المرحله الاول وبعدين اتعامل معاها، لان عاده احنا بنشتكي بس احنا مش فاهمين بالظبط. يعني بشتكي من انه بياكل كتير، بشتكي من انه مزاجه متغير، بشتكي من انه عنيف، بشتكي بس هل انا عارفه ان دي طبيعه المرحله بتاعته ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ازاي انا هتعامل معاه؟ فالنهارده حضرتك بتديني معلومه تقولي لي ده طبيعي او سمه من سمات المرحله. طب انا ابني مزاجه متقلب وانا ما بقتش فاهمله، ساعه مبسوط جدا وساعه مكتئب وقافل على نفسه مش طايق حد يكلمه، انا بقى مفروض ان انا اتعامل ازاي كشكل طبيعي؟ وامتى اقول لا لا ده الموضوع عايز دكتور؟ لو انا مصاحبه ولادي هبقى عارفه هو مثلا في الفتره دي هو زعلان من حاجه، متضايق من حاجه، فلازم اقرب منه واحتضن وافهم هو متضايق من ايه. لو عنده تقلبات مزاجيه هو مثلا متضايق او زعلان، فلازم اكون مصاحبه واعرف ايه اللي مضايقه، ايه اللي مزعله. احكي لي. احنا بابا ما بيبقوا ابعد ما يكون في او طالب طلبات اللي هي يعني بيضغط بيها نفسيا، مثلا لو عايز مثلا يقعد على الانترنت مثلا 24 ساعه لدرجه ان هو ممكن يبقى مش عايز ينام عشان هو عنده حاجات على الانترنت بيلعب، وبابا وماما مش عاجبهم القصه دي، خاصه لو ايام الدراسه. ازاي اتعامل مع المشاكل دي؟ لان هي دي المشاكل اللي في معظم بيوتنا. يعني هي لو هو مش هيتكلم معايا، يعني يا رد بس على النقطه دي، هو مش هيتكلم معايا، بس لو انا مصاحباه هيفضل ان هو يتكلم معايا، لانه الولاد في المرحله دي بالذات بيحبوا بيلجأوا اكتر لاصدقائهم. لكن لو الصداقه دي لقاها في البيت، لقاها من بابا او لقاها من ماما، مش هيضطر ان هو يلجا لاصحابه. يعني ما تعاملش معاه لانه طفل، لان هم بيكرهوا الحته دي. اه طبعا، ان هو لسه لازم طفل. لازم اتعامل معاه لانه ان هو كبر، وادي له المساحه دي، وازرع جواه الثقه في الحته دي، واتعامل معاه ان هو كبير. يعني انت محتاج تتعلم حاجات ومحتاج تفهم حاجات، لكن في نفس الوقت انا شايفاك كبير، وادي له مساحته في الحته دي. ولو اديته الكلام ده ويعني واديته مساحته هيحكي لي كل حاجه، ومش هيخاف مني، مش هيخاف ان هو يتعامل معايا.
حتة الموبايل الولاد كلها فعلا بتحب ان هي تمسك الموبايل، بس احنا بنقول دايما ان الموبايل سلاح ذو حدين. يعني اما امسكه اقعد العب مش بستفاد بيه، لا اما امسكه اقدر اتعلم منه واقدر استفاد بيه، بس برضو ليه وقت، يعني مش طول الوقت انا قاعد ماسك الموبايل. هو مش بايدي حضرتك، انا النهارده هو ما بيخلينيش اشوف ايه اللي هو فاتحه، يعني هي فكره انه اعرف هو بيعمل ايه ده صعب. يعني انا بشوف حاله التمرد اللي فيها الولاد او ان هو عايز يبقى مع نفسه، دي في كتير ماما بتتفرج عليهم، بقول ماما اكتر دلوقتي، لان هو يا اما بخوفه بابا لما يجي هقول له، يا اما انا وهو بنتخانق طول الوقت، اللي هي سيب ذاكر، ما احبش حد يكلمني كده بره، ما بعرفش هو مع اصحابه بره راح عمل ايه. فبتبقى الام واقفه حرام، يعني ممكن تفضل تعيط من كتر عمل ايه. هو بيبقى حاسس ان هو انا عندي خصوصيه، لازم يعني انا ليه الخصوصيه بتاعتي؟ ليه انت عايزه تفتحي الموبايل بتاعي؟ ليه عايزه تشوفي انا بعمل ايه او بكلم مين؟ بس زي ما بقول، لو في مجال الصحوبيه بيني وبينه انا بطمن عليك، انا مش عايزه اعرف، مش بتجسس عليك، او مش عايزه اعرف تطفل مني، لا انا عايزه اعرف عشان انا يعني انا عايزه اطمن عليك مش اكتر. ولما يخرج بره لازم، حتى لو ولد، يعني مش فكره بس البنت اللي لازم اعرف انت فين ومع مين وهترجعي الساعه كام، حتى لو ولد برضو لازم اهتم بيه واعرف انت رايح فين وخارج مع مين وهتقعد يعني وقت قد ايه، يعني مين صحابك اللي خارج معاهم. معلش استاذن حضرتك، يعني ممكن ما نقولش عليها مراقبة أو رقابة قد ما هي فكرة متابعة، اهتمام أو اهتمام. أو هي المتابعة تقول إن ده اهتمام يعني بالزبط. أو بس هي إزاي وصلها له إن أنا بسأل عليك عشان أنا مهتم بيك، أنت فارق معايا، أنا مش عسكري براقبك. إزاي هو يوصل له نفسيا ده إن بابا وماما هما بس حابين يطمنوا، هما بيحبوني، مش بابا وماما بيراقبوني عشان يتلككوا لي على الغلطة فيعاقبوني. ما هو بالحب بقى. يعني اوصل الاهتمام ده بالحب، يعني احسسه ان انا مش براقبك ومش عايزه اعرف كل تحركاتك عشان انا ماما ولازم اعرف، لا انا بحبك وخايفه عليك وعايزه اطمن عليك مش اكتر. يعني انا عايزه بس اعرف انت رايح فين، عايزه اعرف انت هتيجي امتى، عايزه اعرف مين معاك، يعني لاي سبب، تليفونك مثلا فصل شحن، لازم ابقى عارفه مين تاني معاك اقدر اوصل لك عن طريقه. صحيح. فلو انا وصلت له كده هيعرف انه انا ماما مش عايزه تعرف كل حاجه عني علشان خاطر هي بتضايقني، او في ولاد يقول لك انت بتزنقي عليا انا مش عارفه اتصرف. لا انا بمنتهى الحب انا بعمل كده عشان انا عايزه اطمن عليك مش اكتر. يعني ازود حب. بالظبط، ازود حب وازود اهتمام. هو هيبتدي يفهم انه ماما بتهتم بيا، بتخاف عليا، مش بتضايقني، مش هيفهمها بقى مضايقه. طيب تغير المزاج عندهم كتير بيدخلهم في حاله ان صح ان نسميها اكتئاب. يعني هو مكتئب منعزل، مش عايز حد يتكلم معاه، حتى لو انا صاحبته وطبطبته ورحت سالته هو مش عايز يتكلم، مش حابب يتكلم. ايه اكتر حاجه ممكن تدخل المراهق في الحاله دي؟ ولو انا لقيته كده وهو رافض الكلام او رافض يفتح لي قلبه اعمل ايه؟ برضه هرجع اقول امتى احس ان الحاله محتاجه تدخل متخصص، مش نافع انا عملت كل المحاولات حضرتك بتقوليها وما نفعتش. هو القلق والتوتر ده بدايه انه الواحد يجيله بدايه اكتئاب. يعني لو انا مثلا حتى احنا ككبار مش سن المراهقه وبس، لما ابقى عندي مشكله او حاجه انا بفكر فيها طول الوقت ومش قادره اخرج براها، او مش قادره ان انا يعني اجتاز المرحله دي، وطول الوقت انا بفكر في المشكله دي وقلقانه وعندي توتر، لا انا مش هقدر اتخطاها، وهبتدي بقى ادخل في بدايه اكتئاب، بعد كده اكتئاب، بعد كده. احنا ليه بنقول انه في ولاد كتير يعني بالذات فتره الامتحانات بتوصل لحاله الانتحار؟ لان هم ده يعني قلق وتوتر وخوف، وبعد كده هو قلق وتوتر وخوف، ولا بابا وماما حسسوه ان هو لو ما جابش نتيجه كويسه هو بقى انسان ملوش حق حتى ان هو يعيش؟ يعني هم وصلوا له كده ان انت لو ما جبتش نتيجه كويسه انت كده دمرت مستقبل العيله كلها، مش مستقبلك انت بس، وحصل وجرى وبتاع. وبصراحه في اباء وامهات افظع من اللي انا بقوله، بيعملوا كده. عرفنا عليك ودم قلبنا ولا لا، وغير كده ان هو انت لو ما جبتش نتيجه كويسه انت يا ابني انت مش دمرت نفسك، انت دمرت العيله كلها. ده في اباء وامهات يقولوا له انت لو ما دخلتش الكليه الفلانيه انت جبت كرامه عائلتنا الارض. أيوه. حاجات كبيره كده. كلام كبير يعني. أيوه. هو في فعلا يعني اباء وامهات
بيبقوا مثلا لو العيله مثلا فيها كذا دكتور او الاب والام دكاتره فانت لازم تدخل طب زينا، انت ما ينفعش تخش اي حاجه تانية، ولو ما جابش المجموع ده الدنيا بتبقى كارثه بقى. هو الفكره اللي انا لازم اقول لاولادنا او يعني اقول له اعمل اللي عليك، طالما انت عملت اللي عليك وذاكرت واجتهدت وحضرت دروسك كلها فكره ان انت عملت اللي عليك، انت ما قصرتش قدام نفسك وقدامي وقدام ربنا، فخلاص ايا كان المجموع اللي انت هتجيبه انا راضي عنك، انا راضي عنك بكل حاجتك، بس اعمل اللي عليك. لكن لو جينا بقى لحد تاني هو مش عامل اللي عليه ومش مذاكر فطبيعي ان هو هيتلام لو قصر، لكن انا لازم اوصل له انه انت اعمل اللي عليك وبعد كده خلاص سيب الباقي على ربنا، وايا كانت النتيجه او المجموع اللي انت هتجيبه خلاص دي بقى مش بتاعتك، فانا راضي عنك في كل احوالك. فيعني دي بجد انا رساله بوصلها لكل الاهالي اللي عندهم في بيوتهم ثانويه عامه، لازم نقول لاولادنا كده علشان بعد كده يعني ما تحصلش حاجه نقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريت هو كان اغلى من النتيجه واغلى بالزبط. من اي حاجه يعني. طبعا هو لازم افهمه كده واقول له كده انت اغلى من المجموع وانت اهم من المجموع، بس اعمل اللي عليك وسيب بعد كده كل حاجه على ربنا. طب غلطه تانية برضو بتحصل من الاباء والامهات في البيت، انه في اي مشكله او في اي خناقه، حضرتك لسه كنت بتكلمي على اضطراب الشهيه وياكل كتير او ما ياكلش كتير، ببتدي مش عايزه اقول ان انا عايره بس انا بتنمر عليه، يعني اقول مش قبل حد يعمل معاه كده بره احنا اللي بنعمل كده، يعني يروح ادي اللي انت فالح فيه، انت ما بتعملش حاجه في حياتك غير انك بتاكل، لما بقيت قد الفيل هو انت قادر تقوم؟ ما تروح تعمل لك حاجه مفيده، ده انت بقيتي عامله زي العصايه وانت ماشيه، شوفي البنات بره ايه، وكلام من النوعيه دي كتير جدا، بنبقى احنا اللي بنأذي اولادنا بنتنمر عليهم. لو برضو حضرتك تنبهي الناس ده بيعمل ايه في نفسيه الولاد او البنات في المرحله دي؟ هما كده كده أصل المرحلة دي هي تغيرات في كل حاجة، فأنا لو أنا زودت كده يعني أنا لو زودت إن أنا أقعد طول الوقت أديله في كلام سلبي وأديله في كلام يضايقه فأنا كده بحطم نفسيته. فلو هو بيعمل كده أو هي بتعمل كده بتاكل كتير مثلا، فأنا بدل ما إن أنا أقعد أديها كلام سلبي ولا بطلي أكل أنت يعني حجمك بقى قد إيه مش عارف إيه الكلام ده، لأ أنا ممكن مثلا أشجعها بطريقة تانية، ما تيجي ننزل الجيم أنا وإنتي، ما تيجي ننزل نتمشى مش عارف إيه، على فكرة أنت لو يعني بلاش أكل كتير عشان ما تتعبيش، يعني أجيب لها الموضوع بناحية تانية بحيث إن أنا أقول لها عشان صحتك علشان ما تتعبيش عشان رجليكي ما توجعكيش. مش الناس هتقول عليك إيه أو تشوفك إزاي؟ لأ أنا وصل لها أنا بحبك بكل ما فيكي، لو تخنتي أنا بحبك، لو أنت رفيعة أنا بحبك، لازم نوصل لأولادنا المعلومة دي، لو جبت مجموعة وحش أنا بحبك، لو أنت قد كده أنا بحبك، كل الأحوال في كل الأحوال أنا قابلك، في كل الأحوال أنا بحبك، في كل الأحوال إحنا مع بعض. يعني أنا بتمنى ده يكون ده الفكر اللي إحنا نعمل بيه ولادنا، حتى لو ابني فشل في النتيجة أنا معاك في فشلك، أكيد أنت بتفهم في حاجة تاني، أكيد أنت ربنا مديك نعمة في حاجة تاني، مش لازم تبقى في الدراسة لكن في حاجات تاني، في كل الأحوال أنا معاك. أنا جميل إن إحنا حضرتك يعني ختمتنا بالكلمات الحلوة دي، أكيد نورتينا، بشكرك جدا أستاذة تريزا ناجح ماجستير في العلوم الإنسانية وتعديل السلوك والصحة النفسية، وصباح الفل عليكي مرة تانية. نورتينا جدا. لسه معاكم مشاهدينا، نخرج لفاصل ونرجع مع شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري بعد الفاصل.